بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أدخله الله عليكم بمزيد من الطاعات والبركات والصحة، وكل عام وأنتم بخير. يعد شهر رمضان المبارك فرصة كبيرة للتخلص من العادات السيئة كالتدخين ولعب القمار وأيضا شرب الخمر، ويعني بعض الناس يغفلون عن هذا الشهر وهو شهر القرآن. يجب ختم القرآن الكريم وقراءة السيرة النبوية وأيضا مساعدة الفقراء والمحتاجين. يعني على كل واحد أن تكون له أهداف يجب أن يحققها في هذا الشهر. يعني المدخن هذه فرصة ليقلع عن التدخين، أيضا شارب الخمر. يعني رمضان هو محطة للتزود بالإيمان وبالتقرب إلى الله تعالى، ورمضان الكثير من الناس يتصورونه على أنه يعني شهر للنوم والكسل، ولكنهم مع الأسف لا يعرفون قيمة هذا الشهر، لأن شهر رمضان هو شهر الإنجاز والعمل ولا شهر الكسل والنوم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.